يلا الدرس ده بقى ايه؟ الدرس التالت في يونت 3 بيتكلم عن ايه؟ Total area of pyramids and cones. يعني احنا هنتعرف دلوقتي على الاول lateral area والtotal area of pyramid، وبعد كده lateral area والtotal area of cone. تعالوا نشوف القوانين بتاعتهم هتبقى هي ايه بتاعت التوتال area واللاترال area للبيراميد وليل. يلا يا حضرات، يلا معانا lateral area total area of pyramid و lateral area total area of cone. اول حاجة تعالوا نشوف بقى lateral area of pyramid، وزي ما خدنا في lateral area في اعدادي للكيوب والكيوبويد اللي هي الاريا بتاعت الجوانب اللي من بره، قال هي عبارة عن half perimeter of its base times slant height، لكن total area بنقل lateral area وعمل لها plus البيز area، تديني ايه؟ تديني التوتال اريا. يلا اند فين بقى الكون؟ lateral area of cone ماشي هي باي ال ار. طيب توتال اريا اوف كون باي ال ار اللي هي lateral area بلس البيز اريا باي ار سكوير، واحيانا ياخد الباي ار كمان ويقول ال بلس ار، هور ال از لينث اوف ذا سلانت هايت او اسمه درور. قالها لك في المساله سلانت هايت صح، قالها لك درور صح، والR is the radius length of the circle. يبقى ادي lateral area و total area of pyramid، lateral area و total area of cone. تعالوا نشوف الكلام، يلا نشوف الاكزامبل اللي قدامنا ده. هو بيقول using the opposite net، او المطلوب describe the solid، مطلوب التاني and find its total area. يعني الشكل اللي قدامك ده if we folded it لو طويناه هيدينا شكل اسمه ايه؟ بص كده معايا، انا لما هوقف الجناب ده هي واوصل دولة من فوق، الشكل ده هيبقى the net for a regular quadrilateral pyramid. تعالوا نمسكها كلمة كلمة. عرفتوا ازاي regular؟ لان عامل لي علامة شرطة 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 شطرة على ايه؟ على 13 السايد لينس اوف ذا او اللاترال ايدج دول. بعد كده مين قال ان ده كوادرلاترال؟ البيزه هي عندي 4 سايدز، ومين قال ان هم ريجولار؟ عامل على واحد فيهم 10 والتاني 10 يبقى كلهم ماشي البيز سكوير. قال از قلنا ايه؟ نت فور ا ريجولار كوادرلاترال بيراميد its base is a square. البيز بتاعت الريجولار كوادرلاترال بيراميد هنا از ا سكوير whose side length equal 10 سنتيمتر. حلو. And the length of its lateral edge equal 13. طيب تعال كده نشوف شكله بعد ما طويناه. اهو احنا طويناه، فاللاترال ايدج اللي هو الام اي بقى عنده 13، الاي بي قد البي سي قد السي دي قد الدي اي قد 10 سنتيمتر، يبقى البيز عندنا على شكل سكوير السايد لينث بتاعها 10 سنتيمتر. تعال بقى نشوف المطلوب الثاني، find its total area. استنى بقى، ده انا عايز الهاف بريمتر اوف بيز تايمز سلانت هايت. البريمتر اوف بيز سهله، السايد لينس 10 يبقى البريمتر اوف بيز 10 تايمز 4 يبقى 40 هاف. طيب فين بقى سلانت هايت؟ اجيب سلانت هايت منين؟ من الترينجل ام اتش اي. فين هو الترانجل ام اتش؟ فيه ام اي ده هايبتنيوز. لا ليه؟ لان ده سلانت هايت اللي هو الام اتش بيربنديكولار تو اي بي، فبقت الام اتش اي دي رايت انجل. طب الاي اتش هاف السايد لينس اوف ذا بيز، طب السايد لينس اللي عندي ب 10 هاف ات يبقى 5 وادي 13، منها هجيب السلانت هايت، يبقى ام اتش سكوير ايكوال ام اي سكوير ماينس اي اتش سكوير. 13 سكوير ماينس 5 سكوير 144، الام اتش ايكوال سكوير روت ايكوال 12 سنتيمتر. كده انا جبت السلانت هايت.
وعندي السايد لينث اوف ذا بيز ب 10 يبقى ذا lateral area of regular pyramid equal لازم حفظ الرول half perimeter of base times slant height يبقى half perimeter of base اللي هي 10 times 4 slant height اللي احنا لسه جايبينه 12 طلعت lateral area التوتال اريا بقى اسهل حاجه ليه لان الاريا اوف ذا بيراميد بيز البيز على شكل سكوير سايد لينث بتاعه 10 سكوير 100 تمام يبقى التوتال اريا اوف ذا بيراميد ايكوال لاترال اريا اللي هي 240 بلس 100 يبقى التوتال اريا ايكوال 340 هو ما طلبش مني هات اللاترال اريا قال هات التوتال اريا على طول لكن انا لازم اجيب الاول lateral area اللي half perimeter of base times slant height واعملها plus base area that's right كده واضح ازاي نجيب lateral area والtotal area of the pyramid يلا الاكزامبل اللي بعده بيقول ايه find lateral area of a right cone of base radius 15 centimeter and its height equal 20 centimeter هم قالش total area قال هات lateral area بس فروحنا عاملين بقى ايه في السولوشن رسمت كون كده هو حاجه بسيطه كده لتوضيح الشكل ماشي وعندي الريديوس لينث اوف ذا بيز ايكوال 15 والهايت ايكوال 20 سنتيمتر عايز الدرور اوف ذا كون اللي هو زي السلانت هايت الدرور هو ال ال ده طبعا انا عندي الهايت ده بيربنديكولار على الريديوس فيبقى تو فايند ذا لينث اوف ذا درور كون ال ماشي ال ال سكوير اد الهايت سكوير plus radius length of the base square يبقى ال height اللي هو 20 radius length of the base 15 20 square plus 15 square equal 625 يبقى ال L equal square root of 625 طيب lateral area of the cone equal by ال R دي الرول وال R موجودة عندي ب 15 وال L جبناها ب 25 يبقى lateral area of the cone equal 25 times 15 by يبقى equal 375 by سنتيمتر سكوير وهو ما طلبش التوتال اريا هو عايز اللاترال اريا كده احنا جبناها by LR يلا معنا المسألة ده هي جاية مرسومة كده دي عارف يسموها كده حتى لو حد فينا سمع في الافلام اسمها شمندورة هي عبارة عن ايه المنظر اللي قدامك ده تعال انا احكي لك هو ايه كده بتلاقيه في البحر في المية الكون اللي من تحت ده بيبقوا دقينه تحت مش باين والكون اللي فوق ده بيبقى فيه لمبة تنور في البحر علشان كل اللي شاي اللي ماشي يشوف ان فيه هنا هو شاطئ فيقرب ناحيته على ان ده شاطئ او بيجوا بالليل يحط الشمندورة ده هي علشان الناس اللي بتنزل البحر بالليل حتى لو نزل غلط يبقى ممنوع انك تعدي الخط ده اسمها كده هو شمندورة بتقولي بقى the opposite figure shows a guide sign شايف guide sign علامة ارشادية اسمها شمندورة ماشي ادي ايه ادي الشمندورة to determine the waterway الطريق في المية يعني عشان ايه اشارة للناس عشان تعرف المكان ده and it is in the form of two right cone have a common base وعبارة عن اتنين right cone ليهم base واحدة يعني عارف زي قمع صغير فوق وقمع كبير تحت الاتنين دول هما ليهم common base المطلوب find the cost of تكلفة find the cost of painting with a material هيدهنوه بمادة which resist erosion اللي هي مقاومة للصدأ factor عوامل مقاومة عوامل الصدأ note that each square meter كل square meter of it of the painting من السطح بتاعها كل اللي هندهنه cost 300 pounds تكلفته 300 pounds تعال نبص مع بعض كده هو للرسم لما نيجي نحل ايه الشكل ده الكون اللي من فوق مديني الدرور ال ب 80
والراديوس لينث اوف ذا بيز ب 50 لكن مش مدين الهايت. طب اركن دي. الكون اللي تحت مدين الهايت 120 والراديوس لينث اوف ذا بيز هي نفس ال 50 لكن مش مدين الدرور. طيب اللي هيدهن هو ايه؟ هو اللاترال اريا بتاع الكون اللي فوق واللاترال اريا بتاع الكون اللي تحت. فلما نيجي نقول بقى the area of the guide sine surface equal lateral area of the first cone plus lateral area of the second cone. ليه؟ هو ده اللي هيدهن. فانا محتاج اجيب اللاترال اريا بتاعه الكون اللي فوق اعملها بلس اللاترال اريا بتاعه الكون اللي تحت. طيب تعال نقسمهم. الاول نتكلم على الفيرست كون اللي هم من فوق. ال1 هو الدرور بتاع الكون اللي فوق. ار1 ايكوال 50 يبقى اللاترال اريا باي ال ار. ادي الباي ال ال ب 80 الار ب 50 يبقى عملنا 50 تايمز 80 تايمز باي. طلعت الفيرست كون اللاترال اريا 4000 باي سنتيمتر سكوير. حلو. طيب السكند كون اللي هو من تحت موجود فيه الهايت 120 والراديوس لينس بتاعه 50 لكن الدرور بتاعه مش موجود. طيب انا اقدر اجيب الدرور ده رايت انجل ترينجل سكوير روت بتاع ال 120 سكوير بلس 50 سكوير تطلع 130. يبقى اللاترال اريا بتاع السكند كون باي ال ار. ماشي. الراديوس ب 50 ال ال 130 اللي هو الدرور اللي احنا جبناه يبقى 50 تايمز 130 باي طلعت 6500 باي سنتيمتر سكوير. التوتال اريا اوف ذا جايد ساين سيرفيس التوتال اريا هي الاريا بتاعه الكون الاولاني بلس الاريا بتاعه الكون الثاني. الاولاني 4000 باي بلس الثاني 6500 باي. خدنا الباي هايست كومن فاكتور وعملنا اد لل 4000 بلس 6500 طلعت 10500 باي سنتيمتر سكوير. عملنا لها ابروكسيميتلي على الكالكوليتر طلعت 3.299 سكوير متر. استنى انا عندي اللي فوق 10500 باي سنتيمتر سكوير. علشان احولها للمتر سكوير اعمل لها ديفايدد باي 10000 اللي هي انا عندي لما احول من سنتيمتر لمتر اعمل ديفايد باي 100 من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير اعمل ديفايدد باي 100 تايمز 100 اللي هي 10000. طلعت المساحة اللي احنا هندهنها يلا بقى ادي الكلام بتاع السكند كون. ماشي. طلعت المساحة اللي احنا هندهنها كام؟ 3.299 سكوير متر. تمام. طيب هو قال لي تكلفة ال 1 متر ب 300 يبقى الكوست اوف بينتينج 3.299 ماشي تايمز 300 يبقى طلعت 989.7 باوندز. يبقى اللي انا اشتغلته على الكون الاولاني جبت له اللاترال اريا، اشتغلت على الكون الثاني كان ناقص الدرور جبت الدرور وبعد كده جبت له اللاترال اريا. جمعت اللاترال اريا بتاع الاثنين ليه؟ لان هي دي الاريا اوف ذا جايد ساين سيرفيس. ماشي. طلعت بالسنتيمتر سكوير عملت لها divided by 10,000 طلعت بالمتر سكوير. يبقى the cost of painting عملت لها times 300 ادتني التكلفة كلها بتاع الدهان الشامندورة ده هي او الجايد ساين زي ما هو موجود في الاكزامبل. That's okay. كده وضحت.